تحية رياضية لكم مشاهدينا الأفاضل، مساء الخير، مرحبا بكم في برنامج الفار الرياضي على قناتكم الوطنية من الجزائر. نتناول اجتماع رئيس الفاف شرف الدين عمارة رفقة رؤساء أندية الرابطة المحترفة الأولى لدراسة الأزمة المالية التي تعاني منها الأندية قبل خوض مباريات مرحلة الإياب من البطولة المحترفة. نتناول أيضا تأجيل الكاف والفيفا للجولة الأولى والثانية من تصفيات مونديال قطر 2022. نتناول الديربي العاصمي بعد قليل بين الجارين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر ضمن مباريات كأس الرابطة. نتحدث أيضا عن الكاف تطلب من الفاف إنهاء الدوري قبل 30 من جوان القادم والعديد من المتفرقات الأخرى. نتناول كل هذه المواضيع بالتحليل والنقاش رفقة محللي قناة الوطنية وبرنامج الفار الرياضي. بداية بالإعلام رفيق وحيد صحف ترك. رفيق وحيد مرحبا بك. صحف ترك عصام، ومرحبا أيضا مشاهدي حصة الفار الرياضي، إن شاء الله دائما يكونوا عند حسن ظن ومتتبعين. خرج عليك رمضان رفيق، راك منور، الله يبارك. لا الحمد لله خير وبركة إن شاء الله. شكرا لك رفيق، دائما تنورنا بتحليلاتك في هذا البرنامج مشاهدينا. ورحب أيضا بالحكم الدولي السابق ومحلل أيضا قناة الوطنية محمد سكريني. صحف طورك. صحف طورك عصام، صحف طورك رفيق، جمهورنا الرياضي الكريم متتبعي قناة الوطنية، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، وان شاء الله نقضوا اوقات ممتعه ان شاء الله. شكرا لك محمد زكريني، دائما اكون سعيد بتواجدك معنا في برنامج الفار الرياضي. طبعا ستكون هذه اخر حصه في شهر رمضان الكريم محمد زكريني. بطبيعه الحال ان شاء الله يكون كل الشعب الجزائري جو شهر رمضان بالصحه والهنا والعافيه، ونتمنى ان شاء الله نكونوا حيين للعام الجاي ان شاء الله، وربي ان شاء الله يتقبل من الصيام والقيام، وربي ان شاء الله يرفد علينا هذا الوباء والبلاء ان شاء الله. امين يا رب العالمين. في هذه الايام المباركات ضيف عزيز جاء بسرعه وسيذهب بسرعه رفيق وحيد، نتمنى ربي ان شاء الله سبحانه يتقبل منا من المشاهدين ومنهم ايضا صالح الاعمال والصيام والقيام. امين ان شاء الله، وان شاء الله يكون يعيد علينا الله سبحانه وتعالى بالخير واليمن والبركه ان شاء الله. رمضان يعني سلسلة مصيرية، ضيف يعني يجي خفيف، إن شاء الله نكون استغلينا شهر رمضان الكريم يعني في العبادة في الخير، إن شاء الله ربي يغفر الجميع إن شاء الله. شكرا. إذا رفيق وحيد إن شاء الله آمين يا ربي، إن شاء الله آمين، آمين يا ربي، إن شاء الله يرحم ربي جميع موتى المسلمين. خلينا نبدأ طبعا سريعا بالمباراة التي ستجرى بعد قليل على ميدان 5 جويلة بين الجارين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر. رفيق وحيد خليني قبل ما أتوجه إليك بالسؤال نعطي بعض الأرقام التي تخص هذا الديربي. ربما هناك خلينا نقول في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين هناك أفضلية تاريخية للمولودية قبل المباراة 110 في تاريخ الناديين. التقى الفريقين في السابق 109 مباريات بكافة المسابقات، كانت الغلبة فيها للمولودية ب 42 مباراة مقابل 28 مباراة فوز للاتحاد، فيما انتهت 39 مباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين. وسجل المولودية 134 هدف في شباك الاتحاد، بينما أحرز أبناء سوسترة 106 هدف. من خلال هذه الإحصائيات ماذا يمكن أن يقول رفيق وحيد عن الديربي المنتظر بعد قليل في ميدان 5 جويلية؟ نحن نتحدث اليوم على أحد أكبر مباريات وأفضلها في البطولة الجزائرية، حتى أنه الكلاسيكو بين الاتحاد والمولودية، ولا أقلل من شأن المباريات الأخرى بين كبار يعني الأندية الكبيرة في البطولة الجزائرية. أقول أنه الديربي أو الكلاسيكو بين المولودية والاتحاد هو اليوم نسوقوه للقنوات العربية، وكي كان الديربي بالجماهير أكيد أنه الجمهور الجزائري والعربي وربما حتى الدولي كان يقف على يعني الفرجة داخل يعني فوق أرض الميدان وكثيرا في المدرجات، حتى أنه تم تصنيفه بارمي دي توب 10 يعني لديربي في العالم. يعني نحضر احنا في مباراة غير عادية، مالوريزمون يعني للأسف أنه بسبب وباء كورونا غاب النصف الثاني اللي يصنع يعني جمال هذا الديربي وهم الانصار يعني في المدرجات. معليش على الاقل نشوف يبقى ان شاء الله يكون الفرجه الكرويه فوق ارضيه الميدان اللي حنتابعوها اليوم عبر شاشه التلفزيون. شكرا لك على هذا الاختصار رفيق وحيد. خلينا نقول محمد زكريني واحد من ادار كثيرا طبعا مباريات كثيره بهذا الشكل يعني ديربيات، خلينا نقول بانه ربما اخر نهائي في سنه 2007 بين الجارين مولودية الجزائر واتحاد العاصمه
طبعا كنت انت يعني من ادرت هذه المباراه، انت تعطينا اخر نهائي لادارو سيزكريني. سيزكريني صحيح 2007. ماذا يمكن ان يقول محمد زكريني على هذا الديربي وعلى هذه المباراه؟ وتعشت هذه الاجواء، يعني راح توصف لنا الديربي من 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 خلال ارضيه الميدان، وكيفاش عشت انت الديربي كحكم؟ قبل ما نواصل، شاطر رفيق لما قال من اجل كلاس ابار من لي توب 10 في العالم، انا نزيد ناكد له باللي في سنه 2007 احتل الديربي الجزائري المرتبه السادسه عالميا بعد جلاسكو سلتيك، بعد الميلان والاسيب، بعد الرجاء والوداد كلاسا، وبعد الاهلي ولا وبعد ريفير بلايت احتل المرتبه السادسه، وفي هذه السنوات الاخيره احتل المرتبه العاشره. قال يعني كورونا هي خلات الديربي راح. انا نقول له شويه قبل كورونا الديربي، نكهه الديربي راحت بتغيير البرمجه، بمشكل اللي صرا لتشفاو يلعبوا في بولوغين ويلعبوا في سجوي. البليغراف انه اسمح لي خرجنا شويه على الموضوع، انه رئيس الرابطه ليبوك عبد الكريم مدوار خدا قرار بالغاء يعني الى فوسي يعني الاتحاد العاصمه لعدم حضور المباراه، يعني اكبر يعني مباراه ليك بين مولودية ونجمة اللي تسوقها عربيا ودوليا، اللي يعني تحسن بها ليماج تاع ليماج دو لاجيري، باش نقولوا فوتبول الجزائري هي الواجهه. شو كنت الناس خلات الماتش ما يتلعبش، يعني بعض يعني المسيرين جو بونس ماشي بعد نظر جو بونس احنا لازم هاد الناس لازم نحاربوهم باش ما يكونوش في المنظومه. لماذا؟ لانه من غير المعقول انه يعني بو الاشياء القليله الموجوده في كره القدم الجزائريه اللي قادر تصنع بها شيء ايجابي انت تقضي عليها. رفيق ما نسيتش نعطي له بلاش نفتح له يعني باش تشوف يعني النكهه ماشي غير في الوباء، حتى قبل السنوات الاخيره اربع خمسه ست سنوات الاخيره الديربي راح الشر نتاعو، العب ويكلو العب كذا، هذه المشاكل اللي اثروا، ولو ان احنا من بين اكبر ديربيات في العالم. هذه من جهه، من جهه اخرى انا حكمت اخر مباراه تاعي هذا في النهائي صح. نزيد نعلمك حاجه، في الرابطه كوب دو لا ليغ حكمت المولوديه والاتحاد، وين فازت المولوديه بهدف مقابل صفر. ديربي يبقى ديربي الاتحاد، داير شفنا المباراه الاخيره وين تعادلوا 2-2 في بولوغين، يعني واحده من اجمل المباريات ولو بدون جمهور. صحيح. كانت يعني الشحنه كانت يعني عنده نكهه خاصه، عنده نكهه خاصه الاتحاد والمولوديه، يعني كل حكم يحلم انه يحكم هذا الديربي، يعني من الديربيات الكبار. حصل لي شرف انا حكمته ماهيش مره ماهيش ربعه ماهيش خمسه ماهيش عده مباريات حكمتهم. اليوم ان شاء الله انا الحاجه الوحيده اللي نتمناها لطفي بكواسا ان شاء الله يدير مباراه في القمه، هو دار هذا الديربي ديجا من قبل، ان شاء الله يكون في المستوى هو المساعدين تاعو، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك محمد زكريا. نذكر بانه في ترتيب طبعا البطوله المحترفه مولوديه الجزائر طبعا يحتل وفي رصيده 34 نقطه، واتحاد العاصمه ب 32 نقطة، ولو أن مباراة ثم النهائي طبعا لكأس الرابطة ستعرف أيضا مباريات أخرى كتلك التي سند مع شباب القبائل أمام نصرية ملاحة حسين داي، الشباب بالوزداد أيضا نجم مقرى، وفاق سطيف ودة تلمسان، وشباب التصاورة شباب تسكيدة. ونقول يعني نضيف في سياق الكلام نصر حسين داي ملاحة في وقت سابق يعني صحيح صحيح يعني، ونضيف نقطة على الشارم تاع الديربي اللي تحدثت عليه. أنا نقول الاستقرار لا استقرار على مستوى إدارة ربما اتحاد العاصمة في وقت سابق، وأيضا مولودية الجزائر، واللي ترك ربما الجمهور ينفر من مشاهدة المباريات لأنه ما كانش راضي أصلا على التسيير في الإدارات السابقة بالنسبة لاتحاد العاصمة ومولودية الجزائر. ولكن نأمل في قادم المباريات والديربيات أن يعود الجمهور، لأنه هو اللاعب رقم 12، هو نكهة الجمهور والديربيات، خاصة بصناعة التيفوهات العالمية اللي تجذب إليها أنصار جوستومون. التيفوهات يجي في دون كغون ستاد كيما سان جوي، ماشي في بولوغين، ماشي في الفاود، ماشي في ستاد صغير. من العيب اللي حتى حنا اللي ندير جون تاعنا جوست على جال المكاسب الرياضية قعدنا نلعب في دون ستاد صغير. أنا بور ما للمباريات الكبيرة يعني اللي استعمل بها واجهه كره القدم الجزائريه تلعب في خمس مولوديه سي ار بي، مولوديه النهد، السياسي الموك، كاين ديربيات سطيف مع سطيف مع لانسيو، يعني لي زافيش يعني سي لي زافيش دو جور، لازم يتلعبوا في ملاعب كبيره وتسوقهم يعني سي فيني باش يطوروا كره القدم يعني في السانتيتيك وفي ملاعب صغيره يعني مع اور نور ماشي طبيعي. لا بروف اليوم كان عندنا سيتيما
عندنا ملف ولا قضيه نتكلموا عليها على الملاعب الافريقيه. صح. شوف البعد الاتجاه على فيفا انها باش تعطي يعني نبان ليماج على الفوتبول تخيل لي ستاد، يعني مهم انه مكان اجراء البنيه التحتيه هي الصح، الملعب لو غازون الانفراستركتور مبني ليماج حتى في القنوات الملاعب التي تتوفر على الامن وعلى السلامه. الجانب الجمالي لكره القدم مطلوب اليوم من جانب الكاف الفيفا وحتى القنوات الكبيره، لم يشروا ليماج يعني في القدم نذكروا مثلا معليش قناه الكاس مثلا يعني يشروا الدربيات يعني مسبقا كي يشري الدربي لا كاليتي ديماج باش يمدها لك شابه، وما يحبوش يجوزوا لك دي زيماج فيهم عنف، عنف يعني يعني مشادات، هاد لي زيماج نفروا منهم، حتى احنا لي ماتش تاعنا اللي حب ماتش ما قدروش يكملوا لو سينما ما كانش كان الشتاء في سان جويي والغرقه والماتش في سد ميم دي لا كاليتي راحت. واضح. يعني في 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 مجمل القول باش اليوم المشاهد تجرب يشوف مباراه كره القدم لازم تعطي له ملعب شباب ارضيه مليحه وعرض يعني عروض كرويه مليحه. صحيح. وجايه ومش قلنا زهر لكن الجانب الفني وايضا تكون الروح الرياضيه في ارضيه الميدان. شكرا على الاختصار رفيق وحيد، خليني ابدا مباشره بالاجتماع الذي عقد قبل ساعات مع رئيس الفافا شرف الدين عماره، اول لقاء مع رؤساء انديه المحترف الاول. خليني ابدا معك عن مخرجات هذا الاجتماع محمد الزكريني، طبعا كان في العديد من النقاط خرج بهذا الاجتماع على غرار طبعا تقديم مساعدات تتمثل في قيمه ملياري للأندية اللي ما عندها الشركات، كانت أيضا السماح للأندية اللي عندها عقوبات في لجنة النزاعات، يعني اللاعبين راح تخلي تسرح هذا اللاعبين والرابطة تسدد حقوق هذا اللاعبين على أن تختص من حقوق البث التلفزيوني، وأيضا قضية تحديد أجل البطولة اللي راح تنتهي أو الكاف ألزمت الرابطة بتعيين ممثلي الأندية الجزائرية في المنافسة الإفريقية قبل 30 جوان. الفاف رسميا تقدمت بطلب للكاف من أجل تمديد أجل إعلان عن الأسماء التي ستمثل الجزائر في المنافسة الإفريقية باعتبار أنه مرحلة الذهاب انطلقت وما زال فيها العديد من الجولات. محمد زكريني، عن هذا الاجتماع ماذا يمكن أن تقول؟ ولو من اختصاص واحد، ولكن أنا يا حاجة الجيدة والجميلة في هذا أنها بداية موفقة للرئيس شرف الدين عمارة. كيفاش برومي كونتاكت تاعو مع لي بريزيدون دو كلوب، يعني كانت عندهم مشاكل كبيرة كبيرة، لما يوقف ويقابلهم وينقص عليهم بعض المشاكل وخاصة المشاكل تاع الفرق نعرفوها كامل أنها مشاكل مالية. صحيح. رقم واحد هو المال من قضية الأموال، لما تكلم معاهم وكذا وخفف عليهم وعطالهم حوالي يقل مليارين على ما أعتقد، كل فريق يدي مليارين، هذا بوفي دوكسيجان يعني تنفس يتنفس الفريق، خلاهم الفرق اللي ما عندهاش الحق باش تجيب اللاعبين الانتداب تاع اللاعبين، خلاهم باش يديروا الانتدابات. يعني انا بكل صراحه نقول انه اجتماع مفيد ومفيد جزء ثري من كل النواحي، وفي نفس الوقت شفنا رئيس يتكلم يعني تاع مسؤول بأتم معنى الكلمة. أنا نظن كان اجتماع فيه فائدة للفرق وفيه فائدة للجميع. واضح. سأعود إليك بعد قليل للحديث عن لجنة التحكيم وعن تجميد ربما قائمة الحكام التي ربما كانت من المفروض أن تصدر، وأتوجه بالسؤال مباشرة إلى رفيق وحيد، ربما الرئيس شرف الدين عمارة في هذا الاجتماع ذهب مباشرة إلى حلول عملية. رفيق وحيد، هي حلول عملية أكيد، ولكن تعطيك مؤشر اليوم واضح على أنه سياسة الرئيس الجديد للاتحادية بغض النظر على طريقة وصوله إلى كرسي الاتحادية، يعني السياسة الجديدة هي الحوار والتفاعل مع الفاعلين الحقيقيين في المنظومة الكروية، ونقصد بهم الأندية اللي تصنع الفرجة لوكوموتيف تاع الفوتبول الجزائري، الأندية وليس الرابطات. أول شيء يعني داروا شرف الدين عمارة، عمارة شرف الدين، يعني لو نوت فامي سي شرف الدين، يعني الناس باش ما تغلطش، البرينو سي عمارة، نوت فامي شرف الدين، فوالا. أول شيء داروا قبل شهر على تولي رئاسة الاتحادية هي الاجتماع بالأندية. الأندية أربع سنين في عهد المكتب السابق اللي كان رأسه خير بن زطشي ولا حاجة تحلت من مشاكل الأندية. زوتشي على ليبوك رئيس الاتحاد السابق نصب نفسه منافس الأندية وليس حليف الأندية، يعني سيتي سكوندالو دو سابار، وكأنه كان يتلدد
عندما يقول لا للأندية، عندما يقترحون حلول وهو فاقد الشيء ولا يقترح شيء ثم يرفض كل شيء. يعني كل الأشياء اللي تكلموا عليها اليوم كان فيها جوانب قانونية واضحة. احنا كنا في عهد الديكتاتورية بمستوى يعني ملحق أكيد في المكتب السابق برئاسة خير الدين زطشي، وهذاك التعنت غير المفهوم وكأنه كان يفضل مصالح شخصية على مصلحة كرة القدم الجزائرية. الحلول لإنقاذ كرة القدم الجزائرية من السقوط الحر كانت موجودة لدى الأندية، كانت اجتماعات، كان رجراج بوزناد، عدة أطراف كانت تجتمع عليكم مع لا ليغ، ولا ليغ يعني بقضيه المضرور اليوم راه مع ديك اللي اليوم ضدهم على حسب المصلحه الشخصيه. يعني ما حبش تمشي، وكان كانت اراده ورغبه من زطشي انه يريب الفوتبول الجزائري يعني ويسال فيها مضور. ونقول لك علاه مضور اللي حبس ان ديربي بين مولدي وليش ما تلعبش. لماذا؟ اولا نتكلم لك على اليوم اجال البطوله، معليش خليني نسيلك في عجال ما تقاطعنيش من فضلك، رجاء ما تقاطعنيش. قاطعت محمد؟ لا لا لا، تسمي الاشياء بمسمياتها. اليوم نتكلموا على لاكاف لو 30 جواد، يعني ديري ولا نبعثوا لاكاف ونحلوهم لو جاه ربي احنا شوفت انا ما تخلاش. بصح افون وحنا قادير 38 جورني صحيح. كي كان بوزناد ورجع راس جماعه يعني 3 4 بيرسون دي سما يعني دي كلوب كانوا داروا رينيو ويطالبوا ان دي كلوب يا ناس ولا فيديراسيون ما ديروش 38 جورني ما نكملوش الشامبيونا، وهم التداعيات تاعها اللي وقف ضدهم شكون؟ هو رئيس الرابطه. في لي كوليس كان يقول لهم ما تسمعوش يا رجل راجو بوزناد وجماعه شكون هذوكم هابل. هو رئيس الرابطه نفسه هو اللي كان ضد المشروع لانه ما جاش من عنده. ومالوريزمون لا فيديراسيون اللي ما عندهاش بعد النظر السابقه الاتحاديه الهاويه يعني الضعيفه اللي شتيغ بها ضعيفه وافقت ما يهمهاش. اليوم هاي شوف اطردوا جو ما نكملوش وصافوا ولا لاكاف تقبل ولا ما تقبلش. هم يقولوا بعثنا لا كونفيديراسيون محمد سعد فلارينيو قال بعثنا باسكو طرحوها لي كلوب، قال احنا بعثنا لا كاف لو روتور لان لا ريبونس. وكانه يقولوا كاين عده بلدان افريقيه تعاني من هذا المشكل. هذا وحده، هذا مشكل يتحملوا لا ليغ ولا فيديراسيون السابقه رانا فيه اليوم باش الناس ما تنساش الذاكره ما تكونش ضعيفه. ثانيا كي تقول 30 مليار على ليبوك في الفينونسمون تاع لي كلوب في عز كورونا كانوا لي كلوب يطرحوا حلول عمليه. قال نديروا ان فورم الدوله سبقوا لنا لا فيديراسيون عندكم دراهم. لا فيديراسيون ما حبتش على ليبوك زادشي ما حبش شغل، هو كانه هو العدو الاول تاع الفوتبول الجزائري. ما عمري جا يوم شرف الدين عماره وي قلت لك انا اقول للمحسن احسنت والمخطئ اخطا. اليوم راهو مد 30 مليار وشنو هما؟ سيتي دافونس باش يعني تكون بوفي دوكسيجين لي كلوب. وشنو البوفي يعني لافونس؟ لافونس من حقوق البث التلفزي. هذا العام سي لا تروزيام سيزون اللي كلوب مد دوره مدام لا تلفزيون جاي دو فوتبول. وشرف الدين عماره عنده وعود مع لا تلفزيون دونك كالكو جور زعما يعطوهم موسي 50%. لي دو زاني اللي فاتوا ايكولي مليار يديون عنده وعد باسكو في البيرو فيدرال الاخر دومونداو مدوار دوموندا شرف الدين حشي دار ريزوليسيون لائحه اوفيسيال باش نمدو لكم. قال نوتيو بلي ام دوموندو لافاف لا ليغ لافاف تمد لهم لا ليغ تمد لهم على اساس كي يدخلوا لي دراتيفين نمدو لكم. نوتا دارها اون نوت. واليوم راه وعدهم 30 مليار بور 15 كلوب لي 5 كلوب اللي عندهم شركات ما حش يدوا وهما وافقوا. يعني يسبق لهم لا فيديراسيون 2 مليار شاكان انسيسامون من بعد كيدخلوا لدراتري الدور صحيح. ولكن نزيد لك في تاهيل اللاعبين يعني باش نختصر باش ما نغلطوش الناس صحيح. تاهيل اللاعبين سيتي فو تبلوكي لي ليسونس تاع غير قانوني القانون حتى من لافيفا ورواح تبلوكي لا ليسونس الا اذا كان لو جو لو ميم عنده اشكال من طرفي كي كوارتو كان اللي تيش بين دو كلوب كيما صار عصر الحضاري بين الكلوب تاعو على ليبوك وسيون في سويسرا. يعني في النهايه اذا كان الجو لوي مام قال المولوديه انتدبت عصام عيسي كيسيني عصام عيسي في المولوديه والمولوديه عندها اللي تيش مع محمد زكريني. عصام عيسي ما عنده علاه. ولا كان هناك قرار بمنع مولوديه الجزائر من استخدام اللاعبين كيجي عصام عيسي سيني يقول لا ما تشجعش مي با لي كوارت سيني اير سيني في قناه اخرى ولا في نادي اخر. حنا واش ما يديروا؟ راه الجوار يجي خدام انا نجي نلعب ندير الدوسي الكلوب يشد عليه ويدفع لا ليغ تريتيه تخرج لك لا ليسونس تبلوكيها. ممنوع منع عن بات اون بو با انولي ولا بلوكي اون ليسونس. واش دار شرف الدين عماره؟ قلب طبقوا القانون كي قلب عطاهم لي ليسونس ما عندهم لي دات
اي ما باسكو القانون يمنعك دير لا ليسونس وما تعطيهاش اضافه فقط في هذه النقطه بالذات. رفيق وحيد يعني الفريق الوحيد اللي تضرر هو فريق اتحاد بلعباس اللي عنده ديون 5 ملاير وراح سدد 2 ملاير، يعني سدد 2 ملاير مع هذا الانديه يعني استفادت كامل من هذا. وي يكونوا لي دوماج كولاتيرو يعني في النهايه دو بوي دو ميزيت هو ما نقدرش نروح للكوتي هذا. وي سي فري على ليبوك في العهد السابق سدوا 2 مليار وقتها سدوا هذا العام. هذا العام هذا قبل 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 الديرو فيدرال هذا قبل معليش سي فري هما داروا معليش لي سونسيل نقول لك لي جوار خلصوا ما نشوفهاش بعين سلبي بزاويه سلبيه شان زاويه ايجابيه ما نقولوش تفرط فيهم غير هما لي جوار كانوا يساووا تاع العباس ولكن في النهايه او موا راح نقنوها غدوه لي كلوب هذوما اللي نعطي لهم لي ليسونس بصعيد اذا كانوا عندهم ديون نمنعوا من الاول انه يستخدم اللاعبين. شكرا. نزيد لك برك دي ديتاي تفضل. هضروا على بعض المشاكل هذو زوج نقاط 15 مليار 30 مليار بول 15 كلوب رفع المنع يعني منح الاجازات للاعبين اللي عندهم بروبليم في السيران هذه زوج هذه اليوم هذه الايامات يديروها. والنقطة المهمة بعد سمح لي بعد العيد راح يهضروا على لو ستاتي جوار لو ستاتي تاع الكلوب يهضروا على الفينونسمون تاع الاحتراف يهضروا على الكود ديسيبلينار يعاودوا يشوفوا فيه يهضروا على لو سيستم دو شامبيونا يهضروا على لو فينونسمون الدولة كيفاش تفينونسي الاحتراف عدة جوانب راح يتكلموا عليها ديسبوزيسيون ريغلومونتير عدة اشياء لا سي ار شامب دو ريزوليسيون دي تيست اشياء كثيره وعدهم انهم يسدوا حلول. شكرا لك محمد زكريا. نقطه برك تكلم انا سمعته بوا تكلم نقطه مهمه على الكوميل دو فونكسيون. الكوميل قال بالحرف الواحد قال بقات 10 ايام حنا نطبقوا قوانين الدوله دار الانترفيو تاع البث. صحيح قال بقات 10 ايام انا مستقل. حبوا يغلطوه اش خليه صحيح خليه قال انا مستقل وقال مازالت عندنا 10 ايام لكل الاعضاء باش يتاخذوا هذا القرار تاع 15 ماي هو التعليق سنعطيك بعد تقليل لو سمحت رفيق لحظه فقط خلينا الى لجنه التحكيم سي محمد الزكريني. طبعا الحديث عن تجميد قائمه الحكام مقبولين في درجه حكم فيدرالي السابق بسبب حدوث بعض الخروقات ماذا عن تجميد هذه القائمه وايضا عن الاعضاء اللي عينهم محمد بشاري طبعا رفقه سيكونون في لجنه التحكيم مستقبلا. اولا نزيد نقول للرفيق قال اول اجتماع داروه مع رؤساء الفرق وانا نزيد نقول له اول اجتماع في الاتحاديه داروه مع الحكام الدوليين في في في, 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 في قبل ما يروح الوزارة. هو يقصد باول اجتماع ليس شكون الاولاني يعني لا لا مع الانديه هذا هو اول اجتماع مع الحكام هذا هو اجتماع. حبيت ندير شرف الدين بدا بدايه موفقه من جميع النواحي صحيح. يعني بكل صراحه لما اجتمع مع الحكام يعني حط الحكام في يعني دوز دو بون سيتوياسيون خلاهم. اما لما دار اللجنه هذه الفيدراليه للتحكيم احنا كل يوم كنا ننادوا التحكيم يولي للحكام من بكري احنا ننادوا غير المعقول يحكمها واحد ماهوش حكم ولو في الورق رئيس اللجنه هو شرف الدين عماره ولكن القائمه لما راحت للفيفا على المكتب الفيدرالي حطوا رئيس الفيدراليه شرف الدين عماره رئيس لجنه التحكيم محمد بيشاري الامين العام محمد سعد ويحطوا ديريكتور تكنيك ناسيونال هذه لازم صحيح. تروح على الاخر صحيح. يعني فعليا محمد بشاري هو اللي يحكم اختار الاعضاء نتاعو اللي يخدموا معاه بطبيعه الحال ارضاء الجميع غير تدرك هو شاف بهذه الجماعه هما الجماعه يساعدوه يعاونوه يعرفهم وزيد هما زملاء سابقين حكام دوليين سابقين حكام فيدراليين سابقين ما نقدروش ما يقدرش يدير ألف واحد في اللجنه الفيدراليه ولكن محمد بشاري قال كلمه جيده قال لن اقصي ولا احد يعني زمن الاقصاء راح كل واحد وين يخدم كل واحد وين يكون هذه لما جاء محمد بشاري للمكتب باش اول عقبه بداوه اليمين يمشي وين يمشي يصيب ديمين اول حاجه ما داروش معاه لي باساسيون كونسين في العالم كيفاش انا جيت ما عندي على بالك تخيل واش صاب نعطيك رسميا صاب الا لي زونجاجمون تاع لي زاربيت لي زونجاجمون تاع لي زاربيت هذا ما صاب ولا وثيقه ولا شيء الارض المحروقه لما اللجنه اللي راحت انا نهضر لك حوايج رسميه ولا وثيقه صاب لي زونجاجمون تاع لي زاربيت بطبيعه الحال في البدايه تاعو راح يصيب يدير اخطاء ويدير لانه ما عنده ولا شيء تهضر لي نتاع القائمه تاع الحكام الفيدراليين القائمه تخيل
ما صابش البي في تاع هاد لي زاربيت، صاب البي في تاع الحكام ما بين الرابطات لي زانتر ليغ والبي في تاع لي فيديرو ما صابوش. واش يعني هذا؟ ما كاش ما علاه داروا خلاو له بومبا باه تكلاطي باه هو يتحمل المسؤوليه تاعها باه هو يسفري. لا خليني نكمل معك الحديث الشيق هذا لو سمحت ذكريني رفيق وحيد مشاهدينا الفاضل بعد فاصل قصير. عودة مجددة إليكم مشاهدينا الأفاضل في الجزء الثاني من برنامج الفار الرياضي على قناتكم الوطنية. نواصل الحديث رفقة محللي برنامج الفار الرياضي، وأعود إليك محمد زكريني. كنا نتحدث عن قائمة الحكام الفيدراليين وعن القنبلة اللي قلت أنت قنبلة موقوتة، ربما حتى الإعلان عن هذه القائمة ربما لكي نوضح للجمهور الرأي العام، لأن هذه القائمة لا تعني لجنة التحكيم الحالية ولا رئيس اللجنة الفيدرالية ولا المكتب يعني كلها. علاش أنت لما درت كيف لما درت انت الحكام الفيدرالي ودرت القائمه وعلى ما خمشتهاش كي كنت نتايا، وعلى انت غير رحت بديتو؟ لان ما ننساش اللي كان مسؤول على التحكيم راه في المكتب الفيدرالي، عده اعضاء راهم في المكتب الفيدرالي، كيفاش نتايا تروح نهار يجي بشاري يحكم الكرسي تخرج له القنبله تاع 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 الحكام الفيدرالي؟ هل سيتم هذه القائمه هل سيتم عرضها على المكتب الفيدرالي ام لا يعني مره اخرى بعد تجميدها؟ لا واش راح يديروا؟ نعطيك حاجه رسميه صحيح. يوم الاثنين القادم ان شاء الله كاين اجتماع، اول اجتماع للجنه الفيدراليه للتحكيم الارجي بكل رؤساء لجان التحكيم تاع الرابطات الجهويه للديتيرا ديريكتور تكنيك ريجيونال داربيتراج للديتيرا، راح يجتمعوا في الاتحاد الجزائري لكره القدم ويخرجوا بقرارات هامه على بالي وهامه جدا على كل القوائم خاصه هذه القائمه الفيدراليه. انا نعطيك نقول لك باللي راح يقولوا لهم جيبوا لنا لي زاربيت هذو لي دوسي تاعهم اللي راحين بريتوندون، وراح يديروا لي كريتير كيفاش باش لازم تكون فيدرال، راح يديروا لي كريتير المعايير. نعم المعايير لما يدير لي كريتير تاع اوتوماتيكمون تيست تيكري تيست فيزيك ودو ماتش براتيك، هذه يديروها هذه بطبيعه الحال لما يخرجوا بالقرارات، لان القائمه الاولى جمدت ايتي جولي يعني ولو جمدت، وكان بعض دوك الحكام الناس كان فرحت الناس دارت افراح بانه فاز بالكراد فيدرال، واليوم تقولوا ما جمدت ما ربحتش تفهمش، داروا مشكله اللجنه الفيدراليه اللي راحت دارت مشكله قنبله قد الدنيا. زين حتى البعض يقول لك بعض الاطراف من اعضاء المكتب الفيدرالي حاولوا انهم يدخلوا في صلاحيات رئيس اللجنه، يعني حاولوا يخلقوا له بعض حاولوا يدخلوا يعني يدخلوا في اللازون تاع رئيس لجنه التحكيم يعني منذ البدايه. انا هذه ما عنديش عليها، بصح نعطيك معلومه، واحد ما يقدر يتدخل في بشاري باسكو علاه؟ عنده لا كارت بلونش مع عند البريزيدون وعنده دي كونت اروندر اونيكمون او بريزيدون لا فيدراسيون الجيريان دو فوتبول. حاجه واحده اخرى، انا نزيد نعطيك معلومه رسميه، القائمه تاع الحكام الفيدراليين انا كاين زملاء حكام اللي كانوا في اللجنه السابقه اتصلوا بالاتحاديه واتصلوا بسي محمد بشاري اللي كانوا في اللجنه قالوا لهم اذا لقيتوا بي في ولقيتوا اسمنا في هذاك البي في قولوا لنا نروحوا ديبوزيو بلانت، باسكو القائمه لما اندارت احنا ما حضرناش ونعطيك اسماء، قالوا احنا ما حضرناش. هذا امر خطير جدا. قالوا احنا ما حضرناش. هذا امر خطير جدا. ما حضرناش في الاخر. هنا لازم تحقيق، يعني اسمح لي محمد، يعني لازم يجب فتح تحقيق. هذا نعطيك انا يقول لك حكام اللي كانوا في اللجنه اتصلوا بمحمد بشاري، اتصلوا به وقالوا له احنا القائمه هذه احنا ما كناش فيها. رفيق واحد. شوف اذا عندك تعقيب يعني. عندي تعقيب. تفضل. عندي تعقيب. تعقيب الامر في التحكيم. الامر تعقيب على لا قبل لا نتكلم على الدكري يعني. في الدكري قبل ما نقول التحكيم. تفضل. كيتكلم على شرف الدين عبارة حيستعقيد انه لو دكري 2160 المعدل هو متعلق بالدكري دو ديريجون بينيفول ايلو. هو معدل لو دكري تاع اكزيكوتيف تاع لو 15340 يعطيك شهر. يعطيك اموا باش ديميسيوني، بصح المغالطه اللي فيها انه بعض اعضاء المكتب الفيدرالي من رؤساء الرابطات راهم يسوقوا للراي العام على اساس انه هم مخيرون، يعني ديسي لو 15 ماي يخمم اسكو يريح في البيرو فيدرال ولا يريح في الرابطه. لا يا سيدي الفاضل، مستقل من الرابطه. الارتيكل 7 اللي ما تبدلش على كل حال، باسكو هما تنافيز هذو عضو المكتب التنفيذي مع عضو المكتب التنفيذي ولا رئيس. الارتيكل 7 واش يقول لك؟ une fois tu t'en يعني حاب ترشح للبيرو فيدرال يعني الوظيفه انتخابيه اخرى، دير تعهد في الدوسي دونغاجمون تاع في الدوسي تاع الترشح تاعك
تتعهد انه لو تفوز لتطلع البيرو فيدرال مثلا تتعهد انك تستقيل الوظيفه الانتخابيه تاعك، ما يقولكش تخير بين هذه وهذه في النهايه درت عليها الحصه الفارطه. لا لا باش ناكد يعني اللي حب اليوم يستقيل بالبيرو فيدرال تستقل بالبيرو فيدرال وزيد تتنحى من لاليك ديالك مستقيل اوتوماتيك. فوالا التحكيم على التحكيم من فضلك نعاود نولوا يعني سي فري انا نقدر نقول لك مؤشرات تاع شرف الدين عماره رئيس الاتحاد الجديد مؤشرات ايجابيه تاع الكلوب، ولكن بعض المشاكل يتلاحقوا. لماذا تلاحقوا؟ لانه هو اختار مضطر او يعني مخير او يعني مجبر مضطر اخوك لا بطل. فيه ناس اليوم يفولوي بورتي بريجيتيس منهم غوتي. غوتي كان حكم لجنه التحكيم في العهد السابق الفيدراليه الهاويه، وهو كان رئيس لجنه التحكيم ومحسوب عليه لا ليست تاع الفيدرال اللي دارت اللي فيها دي جون ما داروش تاس وما اربيتراش اصلا، وفيها ناس معارف كاينين دي موب البيرو فيدرال اثروا، كاين ناس محسوب من الحكام وداروهم. المهم ليسونسيال فيها خروقات قانونيه كثيره. شكون اللي مسؤول عليها؟ او غوتي. غوتي اللي كان معاه واسمه بالعيد كان طاهر وبالعيسى هادو ثلاثه هما اللي هادو اللي مهربوا ما حبوش يقول ما عندناش ان كونترا ما نديروش باساسيون بور ما سي جو نيمبورت كوا. هذا غوتي وين راه؟ علاش ما خلاش ترافابيليتي؟ اسكو كان في ربع سكان يتبع ماكش يتبع؟ اليوم نسالوا غوتي اليوم نسالوه اسكو كان يجي ترافيك في لاليست تاع الفيديرو؟ بصح ما نورمال غوتي اللي مسؤول اليوم في الدور فيدال ويجتمع معاهم يا اخي هو اللي قدم الدور فيدال باش فاليداوه. اليوم يجب فتح تحقيق رفيق بطبيعه الحال ما تجمدوش القائمه ما تجمدوش القائمه يقولوا تجمد القائمه لا فتح تحقيق. لا لا زيد روحك بعيد. كاين حكام اللي كانوا يحكموا في المحترف الاول والمحترف الثاني اليوم تجمدوا القائمه يقول لك انا حكمت واربيتريت وعلاه تجمدني؟ يقول لك هذاك اللي ما اربيتراش وعلاه درتو في القائمه؟ ماشي انا اللي درتو ومن حقه هذا اللي يربح. او المشكل وراه المشكل وراه كيفاش دارت هذا على اي اساس على اي معيار كيفاش هكذا؟ لان في القائمه كاين ناس يستهلوا يكونوا ديفيديرو لازم يكونوا صالحين، كاين ناس ما يستهلوش يكونوا ديفيديرو. كيفاش طلعوا ديفيديرو؟ لا غوتي الذي كان يسود ولا يحكم وعلى بالنا شكون كان يحكم لا ديزينياسيون في عهد زتشي على بالنا بها شكون شكون الناس اللي عندهم علاقه مباشره برئيس الاتحاديه وما مش سيلكتيري. دوك نبدا نجبد الاسامي على بالنا شكون كان يدير شكون المنتفع والحاشيه تاعهم اللي كانوا مور لا ديزينياسيون اثروا على ليزاربيت يهضروا باسم البريزيدون باش يربحوا فيها عده مكاسب. هذا غوتي يسود ولا يحكم واليوم في البيرو فيدرال. نجي نسال انا غوتي وين راهم لي بيفي؟ جيب صحابك اللي كانوا يخدموا معاك يعطونا لي دوكيمون من غير الطبيعي. مي بيشاري سي فري عنده قنابل موقوته انا قلت ليس قنبله واحده. اول حاجه اول حاجه الناس تكون امبريسيون مي بيشاري يتكلموا الناس باسمه الناس محسوبين على الاعلام يقولوا لنا بيشاري احنا قصي فلان احنا ندير فلان هاد الاشياء صافا لي بورتي بريجوديس. على بالي عده اطراف اي تتضارب على جال هذا التحكيم. ما نقولش بيشاري اليسا يقدر يكون غال في اشياء، ولكن اول شيء ما لازمش يدير نفس الاخطاء اللي فات. ما يديرش سياسه الاقصاء لانه هاد الناس اللي يهضروا في الاراضي. لا هو قال لن اقصي. لا لا هو قال لن اقصي. معليش رفيق اسمح لي التحكيم الحب تخليه علاه سامحني علاه سامحني في الاعلام. لا لا راح تكلم في الاعلام اللي يقول لك في البلاطه تاع راشن اون ان جورناليست قال بيشاري قال لي ساقصي حكام. هذا جورناليست وبيشاري هذا التصريح غير مسؤول. هذا تكلم باسم كيما الناس يتكلم باسم بالماضي كيف انت هاز لا بديت اسم بالماضي بالماضي ما يحبسوش. هذا الاعلامي كتبوا اسم بشاري وبشاري ما يحبسهمش. اذا انت ما تحبسوش صافي تي كونسيون بشاري وش الناس اللي تهضر باسمك لازم تحبس هذا الشيء. وثاني شيء ما لازمش تقصي الناس حتى عندك خلافات مع ناس حتى لو الناس بالبيرو فيدرال عندهم ولادهم ديزاربيت ما تقصي حتى واحد سيدي. التاس هما اللي كي يعني يديروا لا ديفيرونس. يعني ما لازمش تقصي وجيب الكفاءات الاقصاء ما الكفاءات صحيح. يا سي بشاري يا سي بشاري ما نبداوش حنا ما نقولك مشيك صحفي ولا مشيك فلان ولا مشيك فلان. انا سي فري اشياء هضروا عليها وصلت الرساله رفيق ما وصلت الرساله مازال الناس هضروا عليه بشاري لا لا بشاري حاضرين عليه على بالي حرب بين الحكام. هذا مليح هذا ماشي مليح دون سون انتيري. اولا لي زاربيت يعاملهم يعاود يعطيهم كلهم حقهم كاين الناس تهمشوا الناس تحقروا ولي كفاءات اللي راهي مهمشه ولا اللي ما جابتهمش الدور الفيدرال السابق اللي قادرين يبدلوا الاربيتراج ماش كيذكرين قدامي منهم كان انستركتور كاين بوكو دو بيرسون اللي قادرين ما تفهمش معاه غلط قادرين يا بيشاري جيب الناس اعطيهم قدرهم. اليوم ما تحكمش وحدك الاربيتراج تربيع الا اذا شفت ناس لو كان تخدم معاهم يفوت دي بورتي بريجيديس وحبوا يكسروا الاربيتراج. هذا اش حبيت نقول لك؟ صحيح شكرا رفيق وحيد. نزيد حاجه
النهار اللي جا بشاري تعيينات فيهم شويه مشاكل شويه، ما تلومش لما تعين انت حوالي 97 مباراه. صحيح. 97 مباراه ميتيبلي بار 4 بار 3 اللي 20 بار 4 صافي تقريبا 600 حكم هكذا من السعودي. تقدر تغلط. انا مرحله العوده هذه كامل اي اخطاء هي اختبار ما نحاسبش على بشاري، لان أنا نزيد نعاود لك المعطيات امامه ما عندوش المعطيات، راه يدير المستحيل هو والجروب تاعه، راه يدير المستحيل باش يرد التحكيم في السكه. لان انا فرحان في حاجه ان التحكيم رجع للحكام، من يكون ومن وزي ما يهمنيش، لانه هو راه حكم دولي طبعا. يعني لما مشي من نهار الاول هاك معينش هذاك ليه وهذاك هو تعين ليه، وراك تدوب. شفنا انتقادات يعني لاذعه، شفنا انتقادات، هل هي ممنهجه؟ هل هي مقصوده؟ هل تقف وراءها اطراف؟ يعني شفنا انتقادات لا حتى هو تقف اطراف، كثير من الحكام يوقفوا معاه، الدوليين سابقين عليه يوقفوا معاه، لان بالح التحكيم ما يزيدش يروح اللي ما همش حكام. شكرا محمد زكريني، شكرا رفيق وحيد. نطوي ملف التحكيم ونمر سريعا الى تاجيل الجولتين الاولى والثانيه من تصفيات مونديال 2022 بقطر، قبل ان نتابع التقرير التالي للزميله هناء سعيدي ثم نعود للتحليل والنقاش. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تأجيل الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بشكل رسمي بعد أن كانت مقررة شهر جوان المقبل، وبررت الفيفا قرارها بسبب الظروف الصحية وانتشار الموجة الثالثة لكورونا عالميا من جهة، وعدم استيفاء ملاعب 22 دولة من أصل 54 للشروط الأمنية والسلامة التي تقررها الفيفا وهيئة الكاف. قرار التأجيل وبعد أن تم يعني أن مواعيد المقابلة الفاصلة سيتغير من نوفمبر 2021 إلى مارس 2022، وبينهما يوجد كأس العرب المنتخبات في ديسمبر 2021 في قطر، وكأس إفريقيا بين 10 جانفي والسادس فيفري 2022. وقد لا تقتصر تداعية القرار على تغيير موعد يوم وشهر في تاريخ الجولتين بالنسبة للخضر، بل سيمتد إلى حدود محاربي الصحراء. وهنا سيكون الإشكال حول ترتيب الفيفا الذي سيأخذ بعين الاعتبار مباراية كأس العرب للمنتخبات في قطر شهر ديسمبر، وفي حال كانت مشاركة المنتخب الوطني الجزائري سلبية فهذا يعني خسارة بعض المراكز وفقدان النقاط في تصنيف الفيفا، مع احتمال فقدان التواجد ضمن التوب 5 الذي يضمن الاستفادة من لعب مباراة العودة في الجزائر وربما مواجهة أحد المنتخبات الإفريقية الكبيرة. تابعنا هذا التقرير مشاهدينا الافاضل للزميل منير طهراوي، شكرا على هذا التقرير المفصل. ابدا معك رفيق وحيد، ربما الفيفا او الكاف بالتشاور مع الفيفا قررت تاجيل الجوله الاولى والثانيه من تصفيات مونديال قطر 2022 طبعا لعدم تاهيل ملاعب 22 دوله من اصل 54 دوله، هل ترى هذا القرار سيعود بالايجاب ام بالسلب على المنتخب الوطني الجزائري، خاصه وانه تم ربما برمجه على السريع مباراه وديه بعد هذا القرار امام منتخب موريتانيا يوم 3 جوان؟ أولا اليوم الاتحاد الدولي يعني هو منظم التصفيات، يعني سي كومبيتيسيون فيفا، هي تعرف أنه في إفريقيا كاين ملاعب لا تستجيب للمعايير، بمعنى لا تستجيب للمعايير ما تقدمش نفس الظروف اللي تقدمها ملاعب أخرى في قارة السمراء ولا غير قارة السمراء للاعبين من مستوى عالي قادرين يأدوا مباراة في كرة القدم. في النهاية حظوظ الجزائر، نتكلم كجزائري في التأهل للمونديال يمكن ان ترهن بسبب يعني لونفيرونمون بالملعب المحيط الملعب وهذا الشيء، احنا شفنا التنقلات صعبه، الارضيه ماهيش مليحه، هذا الملعب اللي ما راهوش في لينور ما يخدمش عن محرز عن بن ناصر، هذا اعتراف يعني في النهايه ما راهش كيما اوروبا كل الملاعب تقريبا من نفس يعني معايير يعني باينه يعني معروفه. انا كنت حاب انه الالجيري عندها ملعبين على الاقل ملعبين يستجبوا المقاييس. لماذا نأجل وحنا في عز كورونا؟ لماذا تأجل؟ هل حتى سبتمبر يعني حتى سبتمبر راح تكون ملاعب جاهزه؟ كيفاش يعني ما تكون جوسو؟ هذا سؤال جيد. هل من جوال سبتمبر واش حيتغير في الملاعب؟ لو غازو الا كان لو غازو الا كان لي فيسيار الا كان جو سي با الكوتي سيكوريتي بون راهم يلعبوا بارتيمون ويكند وكاين الناس كاين بعض البلدان الافريقيه يدخلوا لي سيبورتير. هل من جوا سبتمبر واش حيتبدل؟ ما يتبدل ولا شيء في الملاعب الافريقيه. من انطلاق التصفيات انا ليا ما رانا نو حنا في جوا عندنا ملعبين حنا يعني كيف شتي بلعب بس كي قلت لي غلطوا كي خلصوا الجوار سمح حنا غلطنا كي وجدنا لي ستاد كيف حنايا قلت لا ما قلتش غلطوا قلت يعني كانوا في ازمه ماليه اوتر جيني دخلوا في صحيح حنا اونوري دي شغل ناجلوا تاهيل الملعب. انا ليا
باسكو في النهايه نكونوا سي ميم بي ديغاليتي، حنا نغلطوا نخلصوا. هنا عندك لي زاد فاتت تاع الجيري الستاد تاعهم ماشي واجد نلعب اير. علاش لو سي ار بي؟ لو سي ار بي بون سيتي ان كا واحد اخر، صح ان كا تاع لوتوريزاسيون كورونا وما يشبه، لعبوا هما وسطيف لعبوا ريسيفون اون ديبلاسمون. خويا انا الجيري واجد عندها دو ستاد، انا بول بوركينا فاسو نيجر وجيبوتي انا نحيت لي فرصه، ان دوك لا فيفا ولا دحت فرصه للجزائر انها تنهي التصفيات في المركز الاول ولا تلعب باريحيه مع دي زادفيرسير. يا خويا هما غلطوا ما عندهمش دي ستاد في لي نورم. هاد الاشياء انا ما نشكيش جانب ايجابي، سي في درنا ماتش كونت لا موريتاني باش نعوضوا. وهل السبب في اعتقادك رفيق ما يكونش اسباب اخرى؟ يعني هل السبب في اعتقادك هو سبب يتعلق فقط بقضيه تاهيل الملاعب وفقط، ما تكونش يعني من وراء يعني هناك نيه اخرى او نوايا اخرى؟ انا بشوف انفانتينو اللي يعني حاب يكسب اصوات انتخابيه في ديه وراح لافريقيا في لاكا قبل الجمعيه العامه الانتخابيه في نواكشوط وتفاهم معاهم. جو بونس انه عده بلدان افريقيه لو اليوم بيناليزيهم وكانك اليوم بدات لافريك يشوفوك عنصري ولا يشوفوك ما راكش يعني طبق السياسه تاعك والفلسفه تاعك اللي قلتها لهم على ارض الميدان، وكانك اليوم افريقيا تشوفها الا اصوات انتخابيه. لذلك جو بونس ما حبش يديروا فوت استراتيجيك، هذا وجهه نظري يمكن يكون غلط. ولا فيفا حبت تمد فرصه ثانيه، وانا لا استبعد اليوم بقدره قادر لي ميم ستاد اللي فيهم لي ريزيرف هما اللي حنلعبوا فيهم. صحيح. انا هذه نشوفها لا فيفا يهمها انفانتينو انه تكسب افريقيا لاغراض انتخابيه لا اكثر ولا اقل، وهذا لا يخدم الجزائر. سي فري احنا قادرين نربح بوركينا فاسو في بلادهم، قادر واجد نربحهم في بلادهم اذا ما كانش اذا كان ظروف تاع المباراه مليحه وما كانش الاربيتراج، لانه الهيمنه تاع لاكاف راهي عندي ماروكا المصريين ماهيش عندنا. انا سو بلون فوتبول على بالي عندنا ايكيب نربحهم، ولكن كيكون اشياء مثل هذه الناس ما يشوفوش تخلط الحسابات. اليوم اضطرت الاتحاديه او الناخب الوطني لبرمجه مباريات وديه، المباراه الاولى ستكون امام موريتانيا، وستكون ايضا مباراه او مبارتين حسب البيان الرسمي للفاف مع منتخبين من افريقيا في تاريخ 3 جوان الى نهايه جوان في من نفس الشهر. يعني اليوم اجبرت انت الناخب الوطني بعد ما كان يحضر او المنتخبات بعد ما كانت تحضر لخوض مباريات رسميه ضمن تصفيه كاس العالم، غيرت التفكير وغيرت الوجهه الى مباريات وديه مع منتخبات قد تكون اقل قد تكون اكثر، وهذا الشيء ربما ما تنساش احنا دو ماتش في جوان يبقاو لك كات ماتش، يعني شويه ديكالي بارابور للوقت. دوك راح تحصل لي سي ماتش فيهم تروا ديبلاسمون في سبتمبر اكتوبر نوفمبر. صحيح. يعني كوس يعني جهد بدني كبير، يعني ان بلانينغ واحد اخر، هذا شيء ما يخدمنيش. ما يخدمنيش هذا، انا نشوفها ما يخدمناش. من في النهايه طبق القانون على الجميع، ما تنحيليش ان شونس اني نروح برومي وتشومبولي البروغرام لانه واحد اخر ماشي واجدين. وهنا نشوفوا الاتحادات الافريقيه والمنتخبات الافريقيه بما فيها العربيه دائما تطأطئ الراس للكاف وللفاف وتقبل بهذه القرارات رغم انها ستدخلها ربما في حسابات وقد تجبرها ربما على الخروج من الحسابات حتى للسباق. لانه بوركينا فاسو وجيبوتي والنيجر ما عندهمش لي ستاد يستجيبوا المعايير لا في الجروب تاعنا، يعني احنا لوجيكمون بارلون ما نلعبوا ما عندهمش ليستاد نلعبوا خارج بوركينا فاسو خارج جيبوتي يخدمنا. هذا الشيء اللي كنت انا نلمح عليه. وشكون ما يقولكش بلي نبدا يعني نبدا في التخمين؟ علاش قلت لك نوايا مؤامره ضد الجزائر من طرف المغرب وهذه المنتخبات اللي حبت اهل كاس العالم على بالهم بلي لالجيري هكذا تكمل البريمي، وكاين ان دي زافريكان اللي ان دي زيكيب افريكان اللي حابه تروح لكوب دي موند وداخلين في اللوبينغ تاع المغرب راح يطيح مع الجيري. لذلك قلت لك رفيق هل الامر يتعلق بالملاعب ام هناك نوايا اخرى محمد زكريا؟ كاين النوايا ونزيد حاجه واحده اخرى، الكاف كل قرارات الكاف ماهيش هي اللي تقرر فيهم. صحيح. نقولوا بكل صراحه. صحيح صحيح. انفانتينو هو اللي راه يسير في الامور في الكاف. كون جات القرارات علاه بكري كنا نلعبوا في تيرا في شونت باطات، كنا نلعبوا في تيرا كيفاش يقولوا لا لونيير ما كانش ضو ما كانش، وعلاه كنا نلعبوا هكذا؟ علاه غير مره ملي جا جماعه جديده يعني تقلب كلش كل حاجه. انا نقولها لك ونقولتها لك ونعاود لك ونعطيك بالادله، انا نقولها لك وشوفوا واش راني قلتها لك. درنا حنايا باش نحتضنوا كاس الشامبيونز ليغ لا فينال وكوب لاكاف جيراننا داروا الطلب، كل هذه الامور لانهم عارفين ان الجزائر منتخب الجزائر فريق قوي قوي جدا، خاف في المباريات الفاصله نطيحوا مع احدى هذه الفرق. انا نزيد نقولها لك تخيل هذا الدور هذه تاع الاخر هكذا كل
في تونس كاين حكام، في المغرب كاين حكام، في مصر كاين حكام، في كل الاخر الا الجزائر ما فيهاش حكام في المباريات هذه. وعلاش نعطيك التعيينات؟ نعطيك التعيينات. وعلاش الجزائر؟ علاش ما محلتان رانا نضربوا روحتنا؟ حكامنا لما يكونوا متعينين في الخارج ما نعطيهمش لي زوتوريزاسيون سونتي، الوغ كاف تقول لك انا ما نديركش، عدلتك زوج مرات ما رحتش تربيتري، ما نزيدش نديرك. شوفي من الطفره، في التحكيم في الحاكم الجزائري والتحكيم الجزائري. التعيينات تخليك التعليق على الحكم تيسيما الذي سيدير نهائي. واحد من طبعا احسن الحكام اللي يدير شباب القبائل. مدير الجزائر والوداد البيضاء. واحد من احسن الحكام في افريقيا بكل صراحه. والحكم الكونغولي جون جاك نغامبو لقياده مباراه شباب الوداد الترجي التونسي. كذلك من اللي عنده الاقدميه وعنده التجربه وعنده يعني بكل صراحه هذا في جوج ملاح. والحكم المصري محمود البنا. محمود البنا حكم لمواجهه شباب القبائل وصفاقسي تونس. هو اللي دار المباراه الاخيره وكان في المستوى لأول مرة بعد عدة سنوات الاتحاد المصري قال لازم هذه المباراة يديرها حكم مصري. هي دار مباراة الأهلي والزمالك وأدار مباراة في المستوى يعني بكل صراحة. أنا هذا كنت مراقب عليه في المغرب في البطولة العربية، واحد من الحكام يعني المميزين وحكم هنا ما عندوش بزاف، كان في الجزائر وحكم في الجزائر. شفنا مباراة الوداد والمولودية تقدمت من يوم السبت إلى يوم الجمعة ب 24 ساعة، ونذكر أني في النقطة في ذات السياق ربما مباراة الذهاب وإياب الربع النهائي ستلعب بدون تقنية الفار محمد زكريا. هذا هو المشكل تاع إفريقيا، ومازال يزيد لي المشكل تاع إفريقيا لأنها مش غير في الجزائر، حتى في بعض الدول الإفريقية ما عندهاش الفار. واش قالت الكاف؟ قالت ابتداء من دور النصف النهائي ندير الفار. هل احنا في الجزائر لو الفرق تاعنا تتاهل للدور النصف النهائي عندنا الفار في الجزائر؟ لا. هل نستطيع نديروا الفار في الجزائر من هذاك الوقت؟ لان انا بكل صراحه ما نحاسبش الاتحاد اللي عنده شهر من اللي جا نقول له انا لازم ادير الفار، لازم ادير هذه ولازم ادير هذه. حتى لما نطلب استضافه نهائي رابطه الابطال او نهائي الكاف لازم يكون عندنا تقنيه الفار. مش راني نهضر لك انا. صحيح. هذه وقتاش درنا الطلب؟ درنا الطلب في جوان ولا في ماي اللي فات؟ صحيح. احنا ودخل ماي لازم تكون هذه الامور كلها موافقه. طالب لوجيك مو قادرين نحتفظوا بكل المقاييس. الفار منها الطالب اللي دارته الاتحاد الشعبي. الاتحاد السابق هذا اللي يدير سياسه زعما احنا قادرين نديروا على بال بلي ما يديهاش قادر دير الفار. هل نقول احنا البطوله تاعنا ما عندناش الفار. شكرا. طبعا باختصار شديد لو سمحت رفيق وحيد عن حظوظ الانديه الجزائريه، طبعا تحدثنا عليها الاسبوع الفارط، يعني بالنسبه للمباريات كانت في شكل دربيات، يعني المولوديه مع الوداد البيضاوي، شباب الوداد مع الترجي التونسي، شباب القبائل مع النادي الصفاقسي، هي دربيات مغاربيه بحته، عندها نكهه، عندها طابع خاص. كل حظوظ الانديه هذه قائمه، خاصه انك ذكرت نقطه مهمه يعني الحصه الفارطه، قلت انت كل الانديه اللي راه متواجده في هذا الدور ربع نهائي هي انديه قويه، انديه كبيره، يعني ربما حظوظها ان صح التعبير راح تكون متساوية، أليس كذلك رفيق وحيد؟ حظوظ متساوية أكيد، ويجب أن تنطلق من فكرة أنك قوي. صحيح. يجب أن لا تنسى أنك قادر على التتويج بكأس أمم إفريقيا. لو تستصغر نفسك وأنت تخوض ربع نهائي ما راكش الدور التمهيدي، راك جلست المجموعات وفزت على أقوى الأندية الإفريقية، وعدة أندية اليوم متواجدة في ربع النهائي الأندية الجزائرية فازت عليها. ما نروحوش بعيد، أون 2014 كان 16 ليزيك ماجور نصفت النهائي، صطيف دات لاكوب دافريك الشامبيونز ليغ، ليشما خسروها فينال الشامبيونز ليغ مع تي بي مازامبي، والموب لحقوا لا كاف لا فينال خسروا جو بونس مع تي بي ماش غام في الدومي فينال. الموب على ليبوك ما كناش نستناو الموب لا كوب دالجيري، ربحوا في المغرب اذا ما خدتش ذكر مع نسيت الفريق. صحيح. فاز عليه في النهايه. كاين فرصه يعني او قدره او امكانيه الانديه الجزائر انها تروح بعيد وتروح. صحيح. لو نخموا اليوم نطرح احنا كاعلاميين لك انديه جزائريه ان المهمه ستكون صعبه، اكيد ستكون صعبه، نحن نفكر ندرك اليوم ذلك. لكن كيفاش عندنا شباب القبائل توجد لاكوب لاكافش عده مرات الصيف، يعني اليمين استفدت لاكوب 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 لافريك في النهايه قادر. الانديه الجزائريه انديه قويه بامكانها ان تثبت نفسها في هذا الطبق. متى اليوم في البلاطو الانديه تتحدث على اننا اقوياء، نبداو التفكير تاعنا ان اقوياء قادرين نروحوا ندو لاكوب دافريك، وبعد هادشي صافي با دير بسمح لي بولوطو رانا احسن الانديه الافريقيه كي ندو لاكوب دافريك، نسيو اون باراليل نسقموا الانديه الجزائريه ونطلعوا المقاييس الانديه التونسيه والمغربيه والمصريه. واضح. شكرا رفيق وحيد. تفضل. مباراه العوده وانتم ديروا حسابات كما تحبوا، الترجي مع شباب الوزداد يديروها قسامه تلا غومبي
وقسم الذي أدار صفاقس مع المولودية. مع المولودية صحيح. وتعرفون ماذا حدث في مباراة صفاقس المولودية؟ مباراة العودة بين صفاقس والسيربي يديرها بالله قاسم الحق. وزيد لك حاجة واحدة أخرى، السيربي يعني يطلبوا تغيير حكم؟ لا، ما عندهم، يخدم يقدر ما يدير والو، ما عندكش ممثل، ما عندكش اللي يهضر عليك. قاسم هو اللي ورط عابيتشارف في الاخر في الفينال اللي ضربت له بينالتي اللي ما صفروش، ما شافوش عابيتشارف اللي كان في الفار. قاسم هذا تاع لاغول، لا لا قاسم كي قال له رد لي نشوف، ما ردلوش لاخوت الدبزه هذيك، ما ردهالوش. وانا متاكد انه متعمد. لقطه من النص الترجي، من النص الترجي، الترجي كلها قازا. والنقطه الثانيه تاع شبيبة القبائل مع صفاقس يديرها المغربي جيد، مباراة العودة صحيح يديرها جيد، ان شاء الله يكونوا في المساواة. وراح يزيدوا يتحدثوا. الوقت انتهى، الوقت انتهى. طبعا رفيق وحيد، ما بقالناش وقت لكي نتحدثوا على البطولة الوطنية، لانه طبعا تعثر الرائد وفاق سطيف وفرق المقدمة. هناك يعني حوالي 11 فريق في المقدمة تلعب على اللقب، من وفاق سطيف الى نادي بارادو، حوالي ربما 13 نقطة بين وفاق سطيف ونادي بارادو، كلها تلعب على المقدمة، كلها حظوظ قادمة، حظوظها قائمة. شفنا في الجولة الفارطة اولمبي، او عفوا شبيبة الصورة الفوز على أولمبي المدية، شفنا أيضا مولودية وهرق فاز على ناصية حسين داي، شفنا أيضا شباب الوداد ضرب بالقوة الخامسة أمام جمعية عين منيلة، شفنا اتحاد العاصمة فرض التعادل الإيجابي على وفاق سطيف الرائد طبعا في ملعب 8 ماي 45. ما بقالناش وقت كثير، أهل البرزي ظاهرة حتى اليوم ما زال ما داروا حتى انتصار، هذه سابقة في تاريخ البطولة، تاريخ سابقة سابقة إلى يومنا هذا حتى لهذا الجو. أسوأني ذكرتني فريق أهل البرج يعني الوضعية المزرية اللي أديها، وتهربوا عليه وتركوه يعني كل الرجال يعني. وبرج بعراريج المؤسف أنه رفيق وحيد عندها منطقة صناعية من أكبر المنطقة الصناعية في إفريقيا، ورغم أنه جسم الأموال كاين في البرج ولا واحد جاء، ورغم اللي يديري جون تاع ليكيب مسعود اللي كان يتكلم على بوك يحارب الناس اللي سيو يديروا له فريق بامكانيات منعدمه. وراك يا سي مسعود اللي كنت تكلم، روح رفد البرج، روح عاود الفريق تاعك، ورام المستثمرين اللي عندكم الاموال في البرج. عيب انه فريق كيما اهل البرج اللي لعب لاكوباراب نخلوه اليوم بهذه الحاله المزريه، وكانوا يحتضر من سنابورك وقتاش يموت هيبط لدوزيام ديفيجن. شكرا لك رفيق وحيد، نتمنى تحيه الفيضانات. صحيح، شكرا، ذكرتني، يعطيك الصحه. ربما محمد زكريني يخليك ليك. نعم، بلادنا من الامطار الطوفانيه هذه وقعت فيضانات كبيره في مدينه بني سليمان التابعه لولايه المديه، وين راحوا الضحايا، وربي نتمنى الرحمه لهذا الضحايا، وربي يعوض على لان خسائر ماديه كذلك، ولكن الارواح اكثر من الماديات، ربي يخلف على الماديات، رحمه الله على هذوك الضحايا تاع الفيضانات بني سليمان. ولا ننسى كذلك فيضانات تاع المسيله تاع الضحايا، هذيك العائله هذيك تاع الامس، هذوك اللي توفوا، نطلبوا لهم الرحمه ان شاء الله، وربي يحمي بلادنا ويرفد الضر على بلادنا ويستر بلادنا ان شاء الله. هذا ما نتمناه، وشعبنا يعيش في احسن الظروف، هذا ما نتمناه، كل الخير للشعب الجزائري للامه الجزائريه. شكرا لك، هذا الدعاء في هذه الايام المباركه رفيق وحيد. اكيد والله احنا متاثرين في هذه يعني، واحنا في العشر الاواخر. ربي يرحم الضحايا يعني سانسيرمون يعني، ونايتي يعني توشي فريمون يعني، حادثين يعني في ظرف وجيز، ربي يرحمهم ويصبر الاهل تاعهم ان شاء الله، ربي يرفع علينا البلاء والوباء ان شاء الله. انا متمني سانسيرمون يعني متمني باش نخوض في السياسه ولا اشياء اخرى، ماذا بيا يجي نهار ونعيشوا نشوفوا البوزيتيف كيما بعض الامم عايشه بها. ملينا انه اشاك فوا سي لي كوبا بيناتنا، ما فاهمين الا 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 الاشياء السلبيه. جاسبر بيان نلحقوا الوقت وين نعيشوا، انا نتكلم على كل الشرائح من السياسيين الفوق للشعب كل الجزائري. جاسبر كل الجيري، اسمح لي برك، البلاد اللي ضحوا عليها الشهداء الميريت مير. شكرا رفيق وحيد، وخليني نيابه عن محمد زكريني ونيابه عن رفيق وحيد راح نتحدث على محرز، لانه في اقل من دقيقه، لانه قاد مانشستر سيتي حتى انه كبرى الصحف العالميه تحدثت، وكان في واجهه كبرى الصحف العالميه البريطانيه الفرنسيه الانجليزيه، طبعا اثار ضجه كبيره في وسائل الاعلام الاجنبيه والعربيه والمحليه. طبعا الساحر رياض محرز يقود مانشستر سيتي لاول مره لنهائي دوري الابطال، سيكون ديربي بين تشيلسي الانجليزي وايضا مانشستر سيتي يوم 29 من الشهر الجاري. أيضا نهائي الدوري الأوروبي سيكون طبعا بين فيلاريال والمان يونايتد طبعا يوم 26. محرز نتمنى إن شاء الله التألق ومواصلة المشوار، وأيضا قيادة السيتي والتسجيل في النهائي.
حاجه واحده اخرى، انا زعفت بزاف في المباراه اللي سجل فيها هدفين، ما يخرج احسن لاعب في المباراه وطلع عطاوها للمدافع، يعني زعفت بزاف. وانا اشكر كل الدول العربيه بدون استثناء الذين وقفوا معنا وقفه رجل واحد، جميع جيراننا، جميع الدول العربيه من البحرين الى الرباط، يعني كلهم شكر جزيل، وقفوا وقفه كبيره مع البحرين لانه يستحق رجل المباراه، راحوا اعطوها للمدرب. شكرا محمد زكريني، شكرا رفيق وحيد، شكرا لكم مشاهدينا الافاضل، الشكر موصول للفرقه التقنيه التي رافقتني في هذه الامسيه، ايضا في المتابعه والمراقبه نبيل بالقاسم، واشكركم ايضا على كرم الاصغاء والمتابعه. نضرب لكم موعدا طبعا الاسبوع المقبل، طبعا بعد العيد المبارك وبعد نهايه هذا الشهر المبارك، طبعا لا تنسونا من دعائكم في هذا الشهر الفضيل، وبقيه مشاهده طيبه لبرامج قناه الوطنيه من الجزائر. شكرا لكم، السلام عليكم.